السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الفيزياء 5 لمقرر فيز 313. موضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان النموذج الكمي للذرة، وستكون نهاية هذا الدرس بتحقيق 3 أهداف لنشاهدها معا. الهدف الأول هو أن نصف أوجه القصور في نموذج بور الذري، والهدف الثاني سيكون وصف النموذج الكمي للذرة، وفي الأخير سنقوم بحل مسائل باستخدام قوانين الفصل الثاني. ما هي أوجه القصور في نموذج بور الذري؟ كما ذكرنا أعزائي الطلبة في الدرس السابق أن نموذج بور افترض العالم أن الإلكترون سيدور حول النواة في مدار ثابت، ولكن هذه النظرية لم تتمكن من تفسير بعض الأساسيات في الفيزياء، حيث النظرية الكهرومغناطيسية نصت على أن الإلكترون عندما يتسارع حول النواة سيبعث جسيمات وستقل طاقة الإلكترون، وبالتالي سيتخذ شكلا لولبيا وفي النهاية سيحط في النواة. هذا سيؤدي إلى انهيار سريع في الذرة. طبعا هذا هو القصور الأول. أما القصور الثاني ففكرة أن الإلكترون يدور في مدارات محددة تم التطرق إليها في فرضية بور، يدور الإلكترونات في مستويات محددة، وتم حساب هذا المستوى بنصف القطر، إيجاد نصف القطر. هذه النظرية تعارضت مع مبدأ الكم إلى العالم هايزنبرغ. طبعا العالم بور ذكر أن الإلكترونات تدور في مدارات محددة، ولكن في الفصل الأول لهذا المقرر تطرقنا إلى مبدأ عدم التحديد للعالم هايزنبرغ. ما هو هذا المبدأ؟ طبعا هذا المبدأ ينص على أن من غير الممكن قياس زخم جسيم وتحديد موقعه بدقة، لا يمكن أن نحدد موقع الجسم بدقة في الوقت نفسه. والآن سننتقل من مستويات الطاقة للعالم بور إلى السحابة الإلكترونية. حسب العالم دي برولي اقترح أن للجسيمات خصائص موجية كما للضوء خصائص جسيمية. لنتذكر معا ما هي الخصائص الموجية. في مقررات سابقة للفيزياء تطرقتم إلى أن للموجة خصائص موجية كالانعكاس، الانكسار، التداخل وكذلك الحيود. ولكن للأجسام، يعني أي جسم عندنا له خصائص معينة نسميها الخصائص الجسيمية كوجود الكتلة وكذلك الزخم والطاقة الحركية. طبعا اقتراح العالم دي برولي اقترح أن الجسيمات الأجسام لها خصائص موجية، ليست فقط خصائص جسيمية، لها خصائص موجية، وكذلك الضوء وهو نوع من أنواع الموجات، يعني للموجة خصائص جسيمية كما ذكرناها منذ قليل. الآن سنتطرق إلى هذه القوانين المهمة، حيث حسب العالم دي برولي تمكن من تحديد الزخم الزاوي للجسيم من خلال المعادلة MVR تساوي HR على الطول الموجي لمدة. وبحسب نموذج بور الذري اشترط أن يكون الزخم مكمى، وذكرناه في الدرس السابق، مكمى معناته أن كل مستوى من مستويات الذرة لها كمية طاقة معينة، فحصلنا على أن MVR تساوي NH على 2Y. عند أخذ هذه المعادلتين معا سنتوصل، لما نأخذهم مع بعض نساويهم MVR مع MVR، خلينا نشوف مع بعض، بنحصل على HR على الطول الموجي، هذا العالم دي برولي، تساوي NH على 2Y،
وبالتالي سنلاحظ أن الـ H مع الـ H بتروح. والآن نستطيع الوصول إلى أن الإلكترون الذي له مستوى مستقر حول النواة محيط يساوي حاصل ضرب العدد الصحيح في طول موجة دي برولي، فسنتوصل إلى هذا القانون. عندما نتطرق إلى هذه الرسمة، طبعاً هذه الرسمة موجودة عندكم في الكتاب، خلونا نشرحها مع بعض. في الحالة الأولى نشوف أن الإلكترون في حالة استقرار، وفي الحالة الثانية كذلك حالة استقرار، لكن في الحالة الأخيرة هي حالة عدم الاستقرار. لما نجي نقارن بينهم راح نلاحظ أن في الحالة الأولى عندنا N عدد صحيح، وكما ذكرنا أن الـ N لما تكون عدد صحيح تكون الذرة في حالة استقرار. أما إذا كان الـ N عدد غير صحيح كما في اللي هو المثال الثالث، ستكون الذرة في حالة غير مستقرة. ما هو النموذج الكمي؟ في النموذج الكمي يتوقع هو احتمالية وجود الإلكترون في منطقة محددة فقط، أي عند حساب المسافة إلى الإلكترون بحساب نصف القطر، ستكون هذه المسافة هي المسافة الأكثر احتمالية لوجود الإلكترون، كما أخذنا في الدرس السابق. عند إيجاد R نصف القطر إلى أي مستوى من المستويات راح يساوي R واحد في N تربيع، هذا القانون اللي أخذناه الحصة السابقة. فعندما نطبق هذا القانون برسم النواة والمدار الأول، سنلاحظ أن الإلكترون سيكون متواجد حول هذه المسافة، في احتمالية لوجود الإلكترون لن نقوم بتحديد هذه المسافة بشكل دقيق. إذن سنحصل على شكل يسمى بالسحابة الإلكترونية. السحابة الإلكترونية هي عبارة عن منطقة ذات احتمالية عالية، هناك احتمالية عالية لوجود هذا الإلكترون، فلا نستطيع أن نحدد أين يمكن أن يتواجد هذا الإلكترون، فهناك احتمالية عالية لأن يتواجد في هذه المنطقة. والآن أعزائي الطلبة، بعد أخذ هذه المقدمة سنتوصل إلى ميكانيكا الكم. ما هي ميكانيكا الكم؟ ميكانيكا الكم هي دراسة المادة، سنقوم بدراسة المادة ولكن باستخدام خصائصها الموجية كما ذكرناها منذ قليل. لهذه الدراسة نجاحات هائلة في الكثير من المعلومات التفصيلية، حققت نجاحات هائلة في هذه المعلومات، منها تمكنت من جعل تراكيب بعض الجزيئات قابلة للحساب، مما أتاح القدرة على تحديد ترتيب الذرات في هذه الجزيئات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الكيميائيون استطاعوا تحضير جزيئات جديدة لم تكن موجودة أساساً في الطبيعة بالاستعانة بالدراسة اللي ذكرناها ميكانيكا الكم. وتعمل هذه الدراسة على تحليل تفاصيل امتصاص وانبعاث الضوء من الذرات، وهذه ذكرناها في الدروس السابقة. وفي النهاية طورت مصادر جديدة للضوء، وهذه تسمى بالليزر. والآن أعزائي الطلبة سننتقل إلى الهدف الأخير، وهو حل مسائل متنوعة باستخدام قوانين الفصل الثاني، فلنستعد بتجهيز الورقة والقلم والآلة الحاسبة. السؤال الأول، في عملية انتقال محددة تسقط طاقة الذرة الزئبق من مستوى طاقة 8.82 إلكترون فولت إلى مستوى طاقة 6.67 إلكترون فولت، احسب كلاً من طاقة الفوتون المنبعث من ذرة الزئبق، والنقطة الثانية الطول الموجي للفوتون المنبعث من الزئبق. طبعاً إذا جينا للمعطيات، الطاقة الأولى هي EI، انتقل من هذه النقطة نقطة البداية إلى EFINAL نقطة النهاية. فنتذكر مع بعض طلابنا الأعزاء بالقانون، ما هو القانون المستخدم؟ في البداية راح نستخدم أن دلتا E تساوي
الفرق بين مستويات الطاقة EF ناقصا EI وتساوي تعويض مباشر الطاقة النهائية تساوي لازم نعوض عنها بسالب 6.67 ناقص طبعا هذه بعد سالب 8.82 وبالتعويض سنتوصل إلى أن الطاقة للفوتون ستكون مساوية إلى 2.21 طبعا 2.215 الوحدة هي إلكترون فولت. ليش إلكترون فولت؟ لأن في السؤال أعطاني حدد لي أن الإلكترون اللي هو الطاقة هي إلكترون فولت، وممكن أن الطاقة تكون بوحدة الجول مثل ما تعرفون أن الطاقة ممكن أن هي تكون بوحدة الجول. في السؤال الثاني أوجد الطول الموجي المنبعث لهذا الفوتون. علشان نوجد الطول الموجي منجي نستخدم أن E تساوي 1240 على الطول الموجي. علشان نستخدم هذا القانون نتذكر شغلة مهمة هي الوحدات، يعني لما استخدم هذا القانون لازم الE تكون بوحدة الإلكترون فولت، وعندما نوجد الطول الموجي سيكون بوحدة النانومتر، فإذا طلبها في السؤال بوحدة المتر يجب تحويل الطول الموجي. بالتعويض سنقوم بتعويض بمقدار الطاقة اللي هي 2.15 تساوي 1240 على الطول الموجي وهو المجهول، فبيطلع لنا الطول الموجي يساوي الطول الموجي سيساوي 578 لأنه هو بوحدة النانومتر، فالإجابة هنا بتطلع لنا 578 نانومتر. طبعا إذا طلبها بوحدة المتر يجب أن نضرب هذا المقدار في 10 أس سالب 9 لأن مقدار النانو 10 أس سالب 9 منحولها إلى المتر. في عندنا قانون ثاني خلنا نتذكره مع بعض وهو أن E تساوي HC على لمدا. هل نقدر نستخدم هذا القانون؟ نعم يمكننا استخدام هذا القانون، لكن نتأكد أن الطاقة هني بوحدة الجول، يعني إذا جيت لهذه الطاقة لازم أحول الطاقة إلى الجول. شلون أحول إلكترون فولت إلى جول؟ لازم أضرب في مقدار الشحنة للإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 19، فيجب تحويل الطاقة إلى الجول وستظهر الطول الموجي سيظهر لنا بوحدة المتر. فلما تستخدمون هذا القانون، طبعا ثوابت عندنا ثابت بلانك وسرعة الضوء، لما تستخدمون هذا القانون بتطلع لكم الإجابة بوحدة المتر اللي هي 5.78 في 10 أس سالب 7. السؤال الثاني، نصف قطر المستوى يسلك أيون الهيليوم سلوك ذرة الهيدروجين. نصف قطر المستوى لطاقة الأيون الأدنى، الأدنى معناته المستوى الأول، يعني عطاني نصف القطر الأول R1. اعتمادا على نموذج بور ما مقدار نصف قطر المستوى الثاني؟ هو طالب مستوى اللي هو مستوى الطاقة الثاني يعني R2. شلون راح نوجد R2؟ طبعا باستخدام المعادلة اللي ذكرناها خلال الشرح ان Rn تساوي R1 في N تربيع. فبالتعويض احنا نبي المدار الثاني فاجي اعوض عن N ب2، فبصير